السلام عليكم، بنرحب فيكم في مساق الريادة. اليوم هنتكلم على تشابتر 13 Strategies for Growth and Managing the Implication of Growth. إن شاء الله بنتكلم على الاستراتيجية الآن. هاي الماركت وهاي البرودكت اللي عندي، هاي البنتريشن استراتيجي، الاكزيستنج بنتريشن استراتيجي، الماركت ديفلوبمنت استراتيجي، هذا نيو البرودكت ديفلوبمنت استراتيجي، ودايفرسيفيكيشن استراتيجي. هاي اربع استراتيجيز موجوده. البنتريشن استراتيجي انا بدي ادخل السوق بشكل اكبر، الماركت ديفلوبمنت استراتيجي انا بدي ادخل سوق جديده، البرودكت ديفلوبمنت استراتيجي بدي ادخل منتجات جديده، الدايفرسيفيكيشن بدي انوع في الاستراتيجيات ككل، هذا على صعيد البرادك أو صعيد الماركت. البنتريشن استراتيجي نتكلم على استراتيجي to grow by encouraging existing customers to buy more of the firm's current product. يعني المنتج الموجود بدي أشجع الزبائن على أنهم يشتروا بزيادة من هذا، يعني يشتروا بضاعة أكثر في هذا في من نفس المنتج. الآن لما نتكلم في هاي يعني إيش؟ أنا بدي أعطي حافز للزبون إنه يشتري البضاعة تبعتي بزيادة، يعني بدي أعطي ديسكاونت، بدي أعطي حاجات. فهذه استراتيجي ممكن حنتكلم عنها شوية كمان شوية. Marketing can be effective in encouraging frequent repeat purchases. يعني الناس اللي بيشتروا بكرر الشراء بنزود لهم الحوافز. يعني على سبيل المثال لما نقول لو انا عندي كافي بليس، يعني محل قهوه ببيع فيه قهوه ولا شيء، بقول اشتري 10 كابس وال11 بيجي مجانا، حاجه زيك، او اشتري 5 علب والسادسه على حساب المحل. هذه استراتيجية، يعني أنت بتشجع لها. Do not involve anything new for the firm. يعني فيش أي شيء جديد بنعطي. فالpenetration strategy المنتج الموجود هو بده شجع زبون يشتري بزيادة، وشجعه إنه في حوافز للي بيكرر الشراء. Relies on taking market shares from إيش؟ competitors and expanding the size of the existing market. يعني أنا بدي أسحب السوق من الزبائن المنافسين عندي، تسحب الزبائن من عند المنافسين. الآن الماركت ديفلوبمنت استراتيجي بتختلف. هاي الاستراتيجي to grow كيف؟ by selling the firm's existing product to new group of customers. يعني أنا بدي أخذ شريحة جديدة من الزبائن. الآن الكاستمرز هاي نيو جيوغرافيكال ماركت، مثلا منطقة جغرافية جديدة، سيلينج ان نيو لوكيشن، هي نفس البضاعة بس بدي بيها أزود الزباين تبعيني، أو بدي أكبر حجم السوق، فهذا بروح لمنطقة جغرافية أخرى. نيو ديموغرافيك ماركت، يعني أحيانا بدي أروح أستهدف شريحة تانية من الزبائن. مثلا أنا كنت ببيع ل رجال في سن من 15 ل خلينا نقول من 20 ل 30، بدي ازودها من 30 ل 40 سنه. A new product use selling an existing product which may have a new use to new group of buyer. يعني الان بدي اعرفهم على انه هذا المنتج ممكن تستخدموه لحاجه ثانيه جديده، او لشيء يعني ثاني مش الاساس هو في هذا المجال. يعني هذا نفس المنتج بس بدي ازود شريحة الزبائن. الآن البرودكت ديفلوبمنت استراتيجي هذه بتختلف. ليش؟ لأنه أنا بدي grow by developing and selling a new product. يعني بدي to people who are already purchasing the firm's existing product. يعني الزبائن تبعيني بدي ابيعهم ايش؟ برودكت جديد عليهم. Provide opportunities to capitalize on existing distribution system and on the corporate reputation the firm has with these customers. يعني هذه بتستغل انه القنوات البيع الموجودة وسمعة الشركة عند زبائنها.
فهذه يعني انا هذه فيها في الاستراتيجيه، هذه البرودكت ايش ديفلوبمنت استراتيجي، انا بدخل برودكت جديد للزبائن اللي هم لويال الي. الديفرسيفيكيشن استراتيجي، استراتيجي تو جرو باي سيلينج نيو برودكت تو نيو ماركت، يعني هذه ايش بدي ادخل منتج جديد في منطقه في سوق جديده. باكورد انتجريشن ستيب back in the value added chain toward the raw material، يعني هذا بدي ارجع ادخل raw material جديده في هذا المجال. الان الفورورد انتجريشن ستيب فورورد ان ذا فاليو تشين towards the customers، يعني هذا دخل حاجه تحفز الزبائن الجداد. هان الهوريزونتال انتجريشن اوكير ات ذا سيم ليفل اوف ذا فاليو ادد تشين بات سمبلي انفولز ا ديفرنت بات complementary value added chains، يعني انا بدي ادخل حاجه موازيه هذه في هذا المجال. هاي الباكورد وهاي الهوريزونتال في نفس الهاي، يعني انا بعمل مانيفاكتشر لحاجه بدي اعمل مانيفاكتشرنج لشغله جديده. الباكورد بدي ادخل رو ماتيريالز جديده، موزعين جديد، هول سيلرز جداد. الفورورد ادخل فينيشد جود هول سيلر، ريتيلرز جداد، كاستمرز جداد، فهذا اللي بتكلم فيها في هذا، وهذا الفاليو ادد تشينج فور برودكت الموجود. اكزامبل اوف جروث استراتيجي، عندي شركه تزلج على الجليد، وهذا بتبيع بس ايش هاي تك سكيز ان ذا يو اس ماركت، بتبيع هذه زلاجات في السوق الامريكي. البنتريشن على ايش بدي ازود is the increase the marketing by budget focusing encouraging existing customers to upgrade their skis more often، يعني انا بدي زبائني يحدثوا الموجود عندهم بشكل اكبر، يعني لنفس الزبائن في هذا المجال بتعطيهم حاجات جديده، يعني زي الجوالات انت بتعطيهم نسخ جديده في هذا المجال. Market development strategy selling skis in Europe, Argentina. أنا وزعت هذا ونيوزيلاند، يعني رحت على دول تانية. Product development strategy develop and sell a new product. Diversification، بنتكلم على backward integration design and manufacture of equipment used to make skis، يعني أنا بدأ أجيب يعني أصمم حاجات جديدة لل الالات اللي بتنتج هذا السكيز. فورورد كنترول تشين اوف ريتيل سكي شوبس، يعني ابدا اجي الدكاكين اتحكم فيها او الاماكن البيع. هوريزونتال اونر شيب اوف سكي ماونتنز، يعني انا ابدا احصل على ملكيه الجبال اللي فيها المناطق التزلج هذه. هاي عند الفاستنج وال فولو اب اوف انكوربوريشن ماجازين 1984 فوركاست جروينج فينتشرز، بنلاحظ اللي بنطلع عليها هذه فيجر فور 500 كومبانيز اللي عندي، وهذا الفيجر هذا ل 203 فور واتش وي هاف داتا الموجود عندي. هاي الريفينيو جنريتد، وهذا فول تايم جوب جنريتد by the 500 اللي عندي بلاحظ في growth. ما علينا في هاي implication of growth for the firm، ايش اللي بحصل عندي لو انا كبر الشركة. pressure on existing financial resources، بصير ضغط على الموارد المالية الموجودة. firm resources can become stretched quite thin، يعني بصير ضغط بصير ضعيفة في بعض المناطق. pressure on the human resources، الموارد البشرية بصير ضغط فيها. المورال تبع اللي هي المعنويات تبعت الموظفين، الموظفين بحسوا باحتراق، الموظفين ببطلوا بيجوا بدالهم ناس، هذه منها. pressure on the management of the employees may require change in management style and in dealing with employees، إذا كبرت بدك تتعامل بطريقة مختلفة مع الموظفين. pressure on the entrepreneur's time، الوقت صار بطل كافي ليقوم بالعمليات، في عندك مشاكل بشكل مستمر بتظهر. to overcome pressure the entrepreneur could acquire a new resources، اللي ممكن the acquisition of new resources is expensive
whether in term of equity sold or interest payment from debt. يعني لو انا بدي اجيب ريسورس جديده بتكون هذه غاليه، لانه يا اما بدي هذا مقابل ملكيه، اسهم ملكيه او دفعات جديده لدين جديد. عاده ايش بده يسوي؟ اللي بيسوي better management of existing resources، هذه افضل طريقه. الفاينانشال كنترول مانجمنت كاش فلو، هذه طبعا صعبه، فيها بدك تصير تعمل ابديتنج للكاش فلو بشكل يومي عشان تعرف وين المشاكل وتحد او الاخطاء اللي بتحصل. كومبير بادجيتد تو اكسبكتد كاش فلو اكشوال كاش فلو، فانت بدك تطلع على الكاش فلو اللي انت مخطط له مقارنه بالواقع في هذا المجال. مانجينج انفنتوري طبعا هذه ايش بتسوي؟ بتعمل ضغط على الانفنتوري، بصير عندك يعني البضاعه الموجوده والمواد الخام الموجوده عندك، بدك تسوي لها جرد بشكل دقيق، فهذا اسهل تستخدم النظام المحوسب او بدك تستخدم نظام دقيق يدوي. الان طبعا بدك تعد بشكل دوري، تعمل انفنتوري يعني تعمل جرد بشكل دوري عشان ما تلاقيش حالك انك البضاعه اللي عندك ضاعت او مش عارف ايش وضعها عندك. عاده بتربط هذه مع الانتري اند ريسبونس في اللي بيحصل عندك، مع سواء للهول سيلر او البروديوسرز في هذا المجال. الترانسبورت مود سيلكشن كان بي اولسو امبورتنت، لانك انت عندك صار اكثر من موقع بدك تنقل بضاعه وتنقل مواد خام من مكان للثاني، فهذه بتحط برضه ضغط انه بده يكون عندي نظام نقل حديث وذو كفاءه عاليه. مانجينج فيكس اسيد، الفيكس اسيد زي المكان زي الاجهزه، هذول طبعا بدهم الاجهزه بدها خدمه وبدها صيانة وبدها تأمين عليها، وهذه طبعا بتكلف. الإيجار حل أحيانا أفضل من الشرية، بس هذه بتعتمد على التيرم اوف ليس، يعني بنود التأجير، نوع الأسيت، اليوزج ديماند، يعني قديش أنا بستخدمها. الليس بيمنتس كان بي يوز أز تاكس ديدكشن في هذا المجال. Managing cost and profit, compute net income for interim period during the year, assess each item to determine cost reduction, consider raising prices to ensure positive profit. يعني لو في مشكلة بدك ترفع السعر. Compare current actual cost with the prior incurred cost, allocate expenses effectively as possible. Avoid arbitrary cost allocations. التاكسس طبعا هذا بتختلف من بلد لبلد، بس بدك تعملها. الركود كيبينج هذا بدك برنامج محوسب ليسيطر عليه، وعادة بتوظف محاسب بشكل يعني استشاري على اساس يقوم بهذا الشغل. Overcoming pressure on existing human resources، انت عادة يمكن هذه من الشغلات اللي مش موجودة في بلادنا بس موجودة في بلاد برا وحكينا عنها، هذه ممكن الواحد يعملها. شركة توظيف، بدك تشغل شركة توظيف هي اللي بتقوم بكل عمليات التوظيف لك في الهاي، وهذا بتريحك من هذه الشغل. طبعا هذه العملية انها بتعطي خصوصي يعني للموظفين اللي بيشتغلوا بالساعة، هذه بتعطي الشركات التوظيف قوة تتحكم فيك بشكل أكبر، وعادة يعني بتتعرفش على المشاكل بشكل كبير اللي بخطوها الموظفين أو اللي بعانوا منها الموظفين. طبعا لما يزيدوا عدد الموظفين عندك ففي ثقافة داخل المؤسسة، فهذه بدك تحافظ عليها، وهذه لما يعني الموظفين يزيد العدد بتصير صعبة انك تحافظ عليها في وجود موظفين جدد بشكل دائم. Activity to institute a more participative style of management، يعني بدك تشاركهم. Establish a team spirit، العمل روح العمل الجماعي. Communicate with employees، تواصل معهم. Provide feedback، يعني تاخذ راجع بدك تعطيهم
اعطيهم مسؤوليات للموظفين، بروفايد كونتينوس تريننج للموظفين. طبعا التدريب المستمر للموظفين دائما شيء ايجابي وشيء بخلي الكل اعمل الحاجات المهمه، العمل الجماعي، الاتصال دائما مستمر، التغذيه الراجعه، ودائما يعني الموظف بحب يشعر بقيمته. طيب benefit effectively managing time increase productivity، لو انت بتدير الوقت بشكل جيد الانتاجية بتزيد، job satisfaction الرضا الوظيفي بتزيد، interpersonal relationship العلاقات بتظبط، reduce time anxiety and tension، طبعا better health صحة أفضل في هذا المجال. Basic principles of time management, principle of desire and recognition of the need to change personal attitude and habit regarding allocation of time. يمكن هذا احنا احدى الشغلات اللي بنعاني فيها كعرب، ايش هي؟ انه عندي وقت كثير ووقت لما بدي احسبه بلاقيه ما فيش وقت، لانه انا بعملش بديرش الوقت بشكل جيد، يعني بركزش على شغله واحده اعملها، بتلاقيني في نفس الوقت اربع خمس شغلات بعمل فيهم وهذا بضيع الوقت. الـ principle of effectiveness focus on the most important issue، وهذه اهم حاجه بدك تسويها. الـ principle of analysis understands how time is currently being allocated and where it's being inefficiently invested، يعني وين الوقت بتضيع في اي شغلات وتبعد عنه. الـ principle of teamwork طبعا العمل الجماعي له ريورد وله يعني ساتسفاكشن، سواء على الروح المعنوية، على الصعيد الشخصي، على العلاقات، فهذا كله مهمة. الـ principle of prioritize planning، يعني انت بدك تحط أولوية ايش الشغلات المهمة ونشتغل عليها والأقل أهمية بعد هيك، والمش مهمة نطنشها. البرنسبل اوف ري اناليسيس طبعا هذا كل فتره فتره بدك تراجع هل انا بوظف وقتي بشكل جيد ولا لا. الان هذا اللي بنتكلم عليها الانتربرنور جروث اسبيريشن والانتربرنور ابيليتي تو انستيتيوت بروفيشنال مانجمنت براكتس، الانيوز بوتنشال هي هان هاي هان ليتل بوتنشال الموجود عنده له. لو وقتيش بيصير عندي الجروث؟ لما يكون عندي actual growth، هنا لما يكون عندي high entrepreneur ability to institute the management practices وعندي aspiration عالية في هذا المجال. في هذا المنطقة constraints، يعني في عندي aspiration بس potential low في هذا المجال، يعني بوظفش الطاقات تبعتي بشكل كبير. هنا توظيف طاقات عالي وهنا ايش عند النفس للنمو. ويعطيكم العافية، هيك بنبقى خلصنا تشابتر 13.